هذا الإيمان بالقدر، وهو على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة والإرادة، ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها، كل شيء في وقته، كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.